كثير من الأمهات يفقدون السيطرة على أطفالهم، خاصة في أماكن التنزه العامة وعند زيارة الأقارب، اللي يخليها تقوم بتصرفات غير لائقة وما تمسك أعصابها. اليوم راح نعرف كيف ممكن الأم تمسك أعصابها وتمسك أطفالها. خلونا نطلع للتقرير ونرجع لكم. الأطفال هم أجمل ما في الحياة في براءتهم اللي تلفت الأنظار. راح نقول لكم في تيكيت اليوم عن بعض النصائح لتعامل الأطفال في الأماكن العامة. خلي طفلك ياخذ مساحته الخاصة والتحرك بحرية مع مراقبة دقيقة حتى ما يشعر بالتحكم ويزيد من صراخه وعصبيته. وتجنبي دائما أن يشعر طفلك بالجوع أو العطش، لأن هذا راح يسبب المزيد من الصراخ وتغيير المزاج. ولا تنسين الأهم، شجع طفلك على التصرفات السليمة لفظيا أو ماديا. أخيرا، كل أم هي أدرى بطبيعة أبنائها في المول، بعد ما يساعدك بالتسوق بشكل لطيف ينتهي فيه المطاف وتاخذين فيه جولة في المكان اللي يحبه كل الأطفال، صالة الألعاب، مكافأة لتعامله الجيد في الأماكن العامة.